باشمهندس ببارك لك فوز كبير وفوز مهم، والنادي الاهلي قدر انه يرجع اخيرا بطوله كاس مصر دولاب بطولات النادي الاهلي. الحمد لله، يعني كانت بطوله عزيزه وغايبه علينا، قدرنا ان احنا نحصل عليها النهارده زي ما بقول برضو بمجهود وعرق اللعيبه والجهاز الفني والجهاز الاداري وكل من شارك في النادي الاهلي في هذا الانتصار يحسب له. ما فيش حد بيأثر في النادي الاهلي، روح النادي الاهلي هي اللي بتبقى غالبه على كل حاجه. لسه كنت بسجل مع كابتن حسام البدري وقال لي بصراحه مجلس الاداره كان موفر لنا كل سبل الدعم والهدوء، وده يمكن اهم شيء وده اللي ساعد بشكل كبير جدا النادي الاهلي انه يفوز ببطولتين السنه. ما هو ده دور مجلس اداره، انه يوفر للجهاز الفني ولفرقه الكوره ولاي فريق المناخ المناسب انه يقدر يؤدي ما عليه عشان يحصل على البطوله. قول لي كواليس لما جه فينا الجون وبعد كده قدرنا ان احنا نعوض، احساسك كان ايه وشعورك كان ايه؟ وانا عارف الفرحه يمكن كانت باينه عليك بشكل كبير جدا وانت قاعد في المقصوره. لا الحمد لله، انا يعني الحمد لله انا كنت متفائل وكنت حاسس، حتى لما دخل فينا الجون انا كنت متفائل ان احنا هنرجع وفرقتنا هنرجع. هي دي الثقه اللي بتتولد عند كل جمهور النادي الاهلي، مش انا بس، جمهور النادي الاهلي. وانا كمشجع اهلاوي انا عارف كويس قوي انه فرقتنا بترجع في اي وقت وبتقدر تحقق شبه المستحيل. عايز رسالتين، رساله للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني ورساله لجمهور النادي الاهلي. مهندس محمود طاهر يحب يقول لهم ايه؟ لا، رساله للجهاز الفني واللعيبه، انتوا رجاله اديتوا ما عليكم، لكم كل التقدير والاحترام من جمهوركم ومن مجلس ادارتكم. بتمنى ان احنا نواصل المشوار ونتوج السنه دي ببطوله افريقيا باذن الله. فانا اعتقد ان هم ماشيين في السكه دي، وزي ما انت شايف هم تركيزهم هتنتهي الفرحه دي بكره الصبح وهيبدا الاستعداد لمباراه الترجي ان شاء الله. جمهور الاهلي رساله تقول له ايه؟ محتاجين لك، هو محتاجين لك بشده، وانتم موجودين معانا سواء جوه المدرج او بره المدرج، بنسعى جاهدا وبنحاول بكل ما اوتينا من قوه من اتصالات بجميع المؤسسات المعنيه في الدوله ان احنا نرجع جمهورنا لمدرجاتنا ان شاء الله. اللي هيقدمه مجلس اداره عشان نحقق بطوله افريقيا بقى، دي وحشانا بشكل كبير جدا، ويمكن هي البطوله الوحيده اللي ناقصه مجلس اداره المهندس محمود طاهر. ربنا يكرمنا ان شاء الله، احنا ما بنقصرش وبنبذل كل ما في وسعنا، وان شاء الله ربنا يكرمنا بطوله افريقيا السنه دي لان ما فيش حد قصر. الف مبروك. شكرا يا حبيبي. طبعا ده كان لقائنا مع المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي. طبعا مبروك يا كابتن فاروق، مبروك لضيوفك، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، فوز يمكن كبير وفرحه عارمه بالنسبه لنا وبالنسبه لكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. هرجع لك دلوقتي مؤقتا، لكن ان شاء الله هنقدر هنستمر وهيكون معانا المزيد والمزيد من اللقاءات عقب الفوز ببطوله كاس مصر. عوده لك يا كابتن فاروق. أكيد مستمرين معاك يا أمير، أكيد طبعا سعداء وفرحانين.